الساعة الأخيرة من التلفزيون العربي وفيها اللبنانيون ينزلون للشوارع لليوم الرابع على التوالي. الحريري يطرح ورقة اقتصادية، جنبلاط ينفي اتباع استراتيجية الهروب إلى الأمام، وأنباء عن اجتماع الحكومة غدا لإقرار حزمة من الإصلاحات. وفي تطورات المشهد شمالي سوريا، الوحدات الكردية تعلن الانسحاب من رأس العين. أنقرة تطلب من واشنطن الإيفاء بوعودها، ووزير الدفاع الأمريكي يقول إن الجنود المنسحبين من سوريا سينقلون إلى العراق. وفي موضوعنا المغاربي، النهضة التونسية تقرر ترشيح شخصية من داخلها لرئاسة الحكومة، فهل تقف الحركة أمام التزاماتها البرلمانية أم أنها تقطع الطريق أمام حكومة ائتلافية؟ وفي فقرة العالم الجديد، لبنان ينتفض اليوم الرابع على التوالي استقالة وزراء، والشارع يصر على رحيل جميع السياسيين من المشهد اللبناني. لليوم الرابع على التوالي، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين للشوارع والساحات العامة احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية وفساد الطبقة السياسية. يأتي ذلك فيما تقدم رئيس الحكومة سعد الحريري بورقة اقتصادية أبرز بنودها خفض رواتب الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، وتحديد رواتب القضاة ب10,000 دولار كحد أقصى، وإلغاء مجالس ووزارات مثل وزارة الإعلام. أفواج من البشر قصدت بيروت، امتلأت الساحات وصدحت الحناجر بالهتافات. الشعب يريد إسقاط النظام، وهتافات أخرى مشابهة تعبر الجماهير هنا عن رغبتها عبر تلك الشعارات. ولكن ماذا عن الإمكانات؟ وهل سيسقط النظام حقا؟ ولو تحقق ذلك، فهل تكون تلك خطوة عملية نحو الحلول التي تنشدها تلك الجماهير الغاضبة؟ لا تشي التجارب السابقة بذلك. ومع ذلك لهم الحق أن يعبروا عن سخطهم، وها هم يفعلون. وهذا الشعب عم يتحرر من الاستعباد المستعبد فيه، جهة العالم والتعن سلافة، خليني حلوا عنا بقى ويردوا هالمصاري اللي سرقوها لتعيش هالعالم كلها بأمان وقيم وإخلاق. بدي أقول للرؤساء كلهم، من ميشيل عون لنبيه بري للحريري، ينزلوا لأنه شبعوا سرقة، إذا ما شبعوا سرقة ما بقى يشبعوا. قد يكون المشهد في العاصمة مألوفا، أما أن يخرج المتظاهرون في بعلبك معقل حزب الله، وصور جنوبا معقل رئيس حركة أمل، وطرابلس معقل رئيس الحكومة وغيرها من المناطق، ربما يكون رفع منسوب الأمل في أن يتمخض شيء عن هذا الحراك. جايين نقول نحن فرحانين كتير كتير بأنه أمنا عن نفسنا صفة شعب غنم. نحن جايين لهون لحتى نتضامن مع كل الشعب اللبناني، نطلب من كل اللي قاعدين ببيوتهم ينزلوا يتضامن معنا، لنكون ايد بايد لنجمع عدد كبير ولا يخافوا منا كلهم، مش نحن نخاف منهم. شباب بعده موجود، لابد من رفع السرية المصرفية عن جميع الزعماء بلبنان من رأس الهرم لأخمصه، وتجميد أرصدتهم واستعادة أموال منهوبة. هذا مطلب رئيسي لكل الحركة الشعبية بلبنان. أمل يخشى أن يتبدد مع انتهاء مهلة الساعات 72، حينها لن يبقى سوى الخوف وتتلاشى الأحلام التي عبرت عنها الشعارات باختزال. بدأ العدو العكسي شعبيا وسياسيا وربما أمنيا، وإذا كان نبض الشارع لا يزال قويا ومتفائلا أيضا، إلا أن القرار السياسي بوقف المظاهرات قد يجد ترجمته سريعة، خصوصا بوجود قوى أمنية لها سوابق في التعامل مع المتظاهرين، ولهم في ذلك عشرات الحجج الجاهزة. جويس الحشقوري، العربي، من ساحة رياض الصلح وسط بيروت.
الآن سنبقى مع نبض الشارع اللبناني، وسينضم إلينا مراسلنا من بيروت حسين خريس، وأيضا سيكون معنا مراسلنا من صيدا محمد شبارو. أبدأ معك حسين، نقترب شيئا فشيئا من منتصف الليل، ولكن يبدو مع ذلك أن زخم المظاهرات ما زال متواصلا كما كان خلال النهار وخلال الأربعة أيام الماضية. نعم، أستطيع القول إن التظاهرات آخذة في التمدد من قبل المحتجين على هذه الأوضاع المعيشية والاقتصادية. أستطيع القول إن هناك ظاهرة جديدة لدى اللبنانيين، وهي الاجتماع على الموضوع المعيشي والاقتصادي المزمن الذي يعاني منه كل اللبنانيين. هذه الظاهرة تتمدد في كل المناطق اللبنانية، كل المناطق اللبنانية مقطعة الأوصال فيما بينها بسبب هذه التحركات. وآخر هذه التحركات موضوع الدعوة إلى هناك مشكلة توقع في الاتصال مع مراسلنا حسين خريس في بيروت. أتمنى أن يتحسن الاتصال معه بعد قليل حتى نستطيع العودة إليه. إلى أن يحدث ذلك نتوجه لصيدا مع مراسلنا هناك محمد. أيضا في صيدا محمد، الزخم ما زال متواصلا، أرى خلفك مجموعة كبيرة من المتظاهرين ونحن نقترب من منتصف الليل. هلا بدنا نقدم لكم مطرب صيدا. تماما نحن الآن في مدينة صيدا، خلفي هنا تظهر الحشود، الساعة تقترب من 11 بتوقيت هذه المدينة. فعليا حال صيدا كما حال صور والنبطية وباقي التجمعات في الجنوب، الحشود لازالت مستمرة تتوعد بالمبيت هنا في الساحات وتتوعد بتنفيذ إضراب شامل غدا. الساعات المقبلة عموما ستكون حاسمة بالنسبة للحركة الاحتجاجية. الحكومة اللبنانية وضعت خطة ورقتها الاقتصادية وستعلن عنها. في المقابل الشارع مصمم على شروطه أو مطالبه، وهي استقالة الحكومة اللبنانية، وهي أيضا محاسبة الطبقة السياسية. هذه الساعات 24 ساعة ستكون حاسمة نظرا إلى التهديدات العلنية التي سمعها المحتجين من بعض القيادات السياسية التي رسمت لهم خطوطا ما يشبه خطوطا حمر، مفادها أن المطالب الاقتصادية محقة، ولكن إسقاط الحكومة ولكن إسقاط العهد هو خط أحمر. بالتالي أمام هذه الأزمة يكون لبنان دخل منعطفا خطيرا في 24 ساعة، ستحدد مصير هذا التحرك وما في جعبة الطبقة السياسية من خيارات وحلول. نعم محمد، حينما كنا نشاهد صور المتظاهرين خلفك لفتتني حالة متميزة، وهي أن كل المتظاهرين يحملون العلم اللبناني فقط وليس أعلام الأحزاب والفصائل اللبنانية السياسية المختلفة. يبدو أن هذه المطالب والمشاكل الاقتصادية الحالية وحدت اللبنانيين جميعا باختلاف مشاربهم السياسية. تماما نحن الآن في مدينة صيدا. مدينة صيدا هي كانت تعتبر معقلا لتيار المستقبل. صور على سبيل المثال كانت تعتبر معقلا لحركة أمل، أما النبطية فهي معقل لحزب الله. المناطق الثلاث في الجنوب توحدت تحت العلم اللبناني، توحدت تحت شعارات ومطالب اقتصادية صرفة وبحتة، إضافة إلى تحميل الطبقة السياسية مجتمعة المسؤولية، والتزموا جميعا بشعار كل يعني كل، وبالتالي تحميل كل الأحزاب هذه المسؤولية، أو على الأقل الأحزاب المشاركة في الحكومة أو شاركت في حكم البلد منذ التسعينيات إلى اليوم. نعم، سنعود إلى حسين خريس في بيروت الآن، وأتمنى أن يكون الاتصال معها جيد الآن. حسين، هل استطعت الاطلاع من خلال تعاملك وتواصلك مع المتظاهرين هناك رأيهم بخصوص الورقة الاقتصادية التي طرحها رئيس الوزراء سعد الحريري والتي ستناقش غدا في مجلس الوزراء؟ نعم، بالنسبة إلى هذه الورقة فإن المتظاهرين يعتبرون بأن هذه الورقة ليست كافية، والدليل هو قاطع ولامع، خصوصا وأن موازنة السنة السابقة كانت تحمل كثيرا من الأرقام المتعلقة بدفع ملايين الدولارات لأشياء غير ضرورية أبدا، وتحت مسمى لوازم خاصة ولوازم
مكتبية وغير هذه الأمور. طبعا المتظاهرون لا يرون هذه الورقة بحجم الجدية. إضافة إلى ذلك أن وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كان له موقف مستجد منذ نحو نصف الساعة أكد فيه رفضه لهذه الورقة باعتبار أنه لا يمكن الاستمرار للحزب التقدمي الاشتراكي مع وزير الخارجية المنتمي إلى التيار الوطني الحر جبران باسيل. أما المخاوف الحقيقية الموجودة الآن لدى مجموعات الحراك المدني والشعبي تتعلق بموضوع التلويح بالنزول إلى الشارع من قبل فريق حزب الله، وهذا الأمر عبر عنه الأمين العام للحزب عندما قال إنه يستطيع تغيير المعادلات إذا نزل إلى الشارع. وبالفعل وردت معلومات أن هناك تتعلق بأن هناك بداية للتحرك في الشارع المقابل. بدأت هذه البداية عبر توحيد بروفايل عبر الواتساب عبر المجموعات الداخلية التابعة للحزب والمناصرة له. وكذلك وردت معلومات من قبل مجموعات الحراك المدني والشعبي تتعلق بتوحيد غرفة عمليات مشتركة بين حزب الله وحركة أمل وجهاز أمني، الأمر الذي لا يبشر بخير لدى مجموعات الحراك والذي يثير الكثير من المخاوف تزامنا مع إعلان أمريكي بدعم المطالب اللبنانية، الأمر الذي يثبت التهمة التي يتهم بها كل شارع يتحرك لإسقاط من يدعمه حزب الله. شكرا جزيلا لك حسين خريص من ساحة الشهداء ببيروت من قلب مدينة صيدا. أيضا شكرا لمحمد شبارو مراسلنا هناك. وبعيدا عن ميادين الاحتجاجات، يبدو المشهد أكثر تعقيدا من الناحية السياسية، خاصة بعد الاستقالات التي شهدتها الحكومة وخطاب الأمين العام لحزب الله. الآن نستعرض عليكم في رزنامة التحركات التي قطعت أوصال المناطق وأظهرت فرقاء السياسة وكأنهم رجل على قلب واحد يسابقون الزمن لإعداد ورقة اقتصادية ربما تضع حدا لأزمات اللبنانيين. المتابعون يرون أن الحكومة تلقت صفعة هي الأقوى منذ إقرار التسوية التي أتت بميشيل عون رئيسة. الخطاب المؤيد لبقاء العهد بالقوة تكفل به أمين عام حزب الله الذي حذر من الفوضى، تحذير وضعه المراقبون في إطار الرسالة الموجهة إلى الشريك في الحكم وليد جنبلاط الذي لوح بالاستقالة في بداية الحراك ليتراجع عنها بعد خطاب نصر الله. الرسالة الثانية من نصر الله واضحة إلى الأمريكيين وحماة المصارف، تتوضح إشاراتها عبر هجوم إعلام الحزب ومناصريه على النظام المصرفي. لا يمكن التقليل من أهمية مفاعيل الحراك الشعبي الذي لم يتأثر باعتداءات بعض عناصر حركة أمل على المتظاهرين في الجنوب. المخاوف تكمن بعدم الالتفات إلى امتلاك الأركان الحاكمة لشارع طويل وعريض، خصوصا وأن الخيار هذا لوح به نصر الله في خطابه. الشارع رد على تهديدات الاتفاق على القمع من قبل الثنائي الشيعي، رد وصف بكسر حاجز الخوف. وفيما وزراء العهد مجتمعون لإقرار الورقة الإصلاحية المقترحة من رئيس الحكومة قبل انتهاء مهلة 72 ساعة، لم تتبلور أهداف واضحة للمعارضين الذين لم ينضوا بعد تحت قيادة واحدة. تشكيل حكومة انتقالية تروح تعمل انتخابات نيابية مبكرة خارج القيد الطائفي. ما فينا ترجع حكومة بنفس النظام الاقتصادي اللي هلأ موجود، الحكومة الموجودة حاليا عم تشتغل عليه. الحركة الشعبية في لبنان خرجت عن ضوابط الخطاب السياسي الطائفي، هذا الخطاب الذي كان يقلب الحياة الاقتصادية ويفرض الخيارات الاقتصادية. السلطة تراهن على حاجة المواطنين إلى العودة لمزاولة أعمالهم التي عطلوها، والمعارضة تقاوم بالتعبئة للصمود. تصعيد شعبي يتبعه آخر، دعوة إلى عصيان مدني شامل غير مسبوق إلى حين تلبية مطالب الغاضبين من الوضع الاقتصادي والمعيشي المتفاقم منذ سنوات.
حسين خريس العربي بيروت. نستعرض عليكم الآن أبرز ما قاله زعماء الطوائف في لبنان حول المظاهرات ومطالبها. البداية من سعد الحريري رئيس الحكومة، والذي أمهل الشركاء في الحكومة 72 ساعة لدعم الإصلاحات. ميشيل عون الرئيس اللبناني قال للمتظاهرين: وجعكم هو وجعي، مضيفا: بدأنا سلسلة إجراءات للحد من ما تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه حسب قوله. التصريح الأبرز كان من حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، والذي قال: لن نؤيد استقالة الحكومة الحالية، وهدد من يسعى لإسقاط العهد بأنه يضيع وقته. أما سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية فقال إن حزب الله متضرر من الوضع القائم ومتخوف جدا، وطالب الحريري بتشكيل حكومة تكنوقراط. من جانبه وفي رد غير مباشر على نصر الله، غرد وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي للشراكي قائلا: لم نتعود الهروب إلى الأمام، وأضاف: علينا أن نتحمل كل انتقاد في هذا الظرف الذي وصفه بالاستثنائي. أما رئيس البرلمان نبيه بري فصدر عن الحركة التي يتزعم حركة أمل بيان قالت أو ذكرت فيه أو ذكرت بموقفها المنحاز لمطالب الناس وبجمهورها. تجمع في ساحة تروكاديرو بباريس المئات من اللبنانيين تضامنا مع ذويهم في الداخل اللبناني، وللمطالبة أيضا بإسقاط الحكومة والنظام الفاسد على حد وصفهم. التفاصيل في هذا التقرير من العاصمة الفرنسية. علم واحد ولبنانيون من مختلف الطوائف اجتمعوا في ساحة حقوق الإنسان بباريس تضامنا مع انتفاضة الشعب اللبناني على امتداد رقعة البلاد. لا ممثلين عن الأحزاب هنا ولا شخصيات رسمية، إنما أشخاص من مختلف الأعمار قالوا إنهم الشعب وطالبوا بإسقاط كل النخب السياسية دون استثناء. بدنا بس شغلة واحدة، يسقط حكم المصرف. كل السياسيين خدم عند المصارف، بفلوا وإذا ضل المصارف بيجيب غيرهم. نفتخر بوطننا بس ما نفتخر بالحكام يلي فسدوا البلد، سرقوه، وهلأ عم بيجربوا يسترقوا مستقبل أولادنا. نحن هون لأنه بدنا مستقبل أحسن لأولادنا، فلا بدنا ننزل ونعيش أولادنا بلبنان. اختلاف الجغرافيا لم يبدل كثيرا من شكل اليافطات المرفوعة والتي لم تخلو من الفكاهة في كثير من الأحيان. حتى الأطفال حضروا تجمع باريس لأن ذويهم لا يريدون لهم مستقبلا كالذي رافقهم على مدى عقود. على نفس الكلمة كلنا عم نقول، كلهم يعني كلهم بدون استثناء، فقرونا، جوعونا، غربونا، هني سبب غربتنا، هني سبب انه نحن بعدنا عن اهلنا. ونحن اليوم كتير مبسوطين، وفي شغلة اليوم كتير حلوة صارت، انه نحن محلنا نتشكر كل السياسيين لسبب واحد، انه بغبائهم وحدونا. بدنا نحن نيو فيسز، يعني وشهم كتير نحس، نحسونا، فيروحوا ينقلعوا بقى، وبدنا بقى جيل جديد شباب يعرفوا يحكموا، مش هيك ظالمين سرقين نصابين حراميه. بليز يحملوا كفاليشن وينقلعوا. الاهازيج والاغاني لم تتوقف ايضا طيله ساعتين من التظاهر عن ملء الفضاء الباريسي بالفرح. فاللبنانيون ارادوا من خلال تظاهره باريس اثبات سلميه حراكهم حتى تحقيق مطالبهم الكامله. لا تختلف مطالب اللبنانيين في فرنسا عن مطالب مواطنيهم في الداخل اللبناني، وأهمها إسقاط الطبقة السياسية الفاسدة برأيهم والتي كانت سببا في وجودهم ببلاد الاغتراب. على سقوط هذه الطبقة يساعد يوما ما على عودتهم النهائية إلى بلدهم الأم. محمد الحجي العربي، باريس. الآن إلى فقرة الإعلام الجديد مع مها. نعم بدر، لم تنجح خطوة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بإلغاء جميع الضرائب في امتصاص حالة الغضب المتصاعد في لبنان، ولم تنجح استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية من الحكومة في احتواء الأزمة أيضا، بل إن المتظاهرين الذين باتوا في الميادين طالبوا باستقالة باقي الكتل السياسية المسؤولة عن تجذر الفساد والانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. وتعليقا على استقالة الوزراء قال الصحفي محمد زبيب: أصلا وزراء القوات اللبنانية كانوا من أكثر المتحمسين للخصخصة وإخفال المؤسسات العامة، هذا كان الحل عندهم، وتحت وسم ما فيك تنهب وتهرب. غرد علي وقال:
حزب جعجع استقال ليهرب من المسؤولية، وجنبلاط يمكن يلحقه. صحيح بالناقص من وجوده بالحكومة، بس شو الحل حتى ما يندسوا بين المتظاهرين وما يجيروها لمصلحتهم؟ وانضمت الفنانة كارول سماحة إلى المطالبين بإلغاء اتفاق الطائف، وقالت قبل ما نطالب بإقالة رئيس الجمهورية رجاء نطالبوا بإلغاء معاهدة الطائف يلي هي كانت السبب بإلغاء صلاحية أي رئيس جمهورية لبنانية. كل طقم النواب والوزراء اللي انتخبوا من 20 سنة لليوم هن ذاتن اللي راحوا مضوا على اتفاق الطائف وباعوا البلد وباعوا كرسي الرئاسة. وانتشر أيضا هاشتاج نبيه بري بسبب اتهامات الفساد التي تلاحقه وزوجته خلال 27 عاما من ترأسه مجلس النواب اللبناني، وهتف الشارع نبيه بري حرامي. وتعليقا على خطة الحريري، تقول سارع في تغريرة: ما بدنا أبدا إصلاحات، بدنا يستقيلوا كلهم من سعد الحريري لنبيه بري لأصغر نائب. وطالبت بمحاكمة هؤلاء واسترداد الأموال المنهوبة. يقول أيضا جين في تغريدة: السلطة القضائية تتحمل جزء كتير كبير من المسؤولية، 99% منهم فاشلين ما بيقدروا يفتحوا ملفات فساد. أما رئيس الشبكة الأورومتوسطية للحقوق وديع الأسمر فقال: المطلب واحد، البقاء في الشارع لحد ما الدولة تعرض حل يقنع الناس، مش لازم نوقع بفخ المطالب، شغلتهم يقنعونا مش شغلتنا لإيلون مخرج. ونترككم الآن مع فيديو اخترناه من منصة أنا العربي عن ذات الموضوع. نزلت حزب الله على الشارع مش مثل حي الله نزلي. انتو يا متظاهرين اللي نزلتوا بشكل عفوي فيكن تنزلوا يوم ويومين وبعدين تطلعوا من الشارع. نحن اذا نزلنا ما فينا نطلع قبل تحقيق الاهداف اللي مننزل من شانها. هذه جولة الإعلام عن لبنان، عودة إليك بدر. شكرا جزيلا. مع غادرت قافلة تضم سيارات إسعاف وشاحنات تقل عناصر من مسلحي الوحدات الكردية مدينة أرس العين الواقع على خط تماس بين القوات التركية وحلفائها من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة ثانية. من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أبلغ الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أن العملية العسكرية في سوريا ستستمر إذا لم ينسحب مسلحو الوحدات الكردية خلال مدة الهدنة. قبيل انتهاء الساعات الأخيرة للهدنة بدأ المقاتلون الأكراد بالانسحاب من بلدة رأس العين حسب اتفاق الهدنة التي تم التوصل إليه بين تركيا وواشنطن. رأس العين ليست البلدة الوحيدة التي على المقاتلين الأكراد الانسحاب منها حسب نص الهدنة، بل تريد تركيا أن يشمل الانسحاب من جميع المناطق الواقعة على عمق 30 كيلومترا حسب شروط الهدنة والطلب التركي.
علقت تركيا والجيش الوطني السوري العمليات القتالية فور إعلان الهدنة بانتظار تحقيق انسحاب المسلحين الأكراد، لكن ذلك لم يخلو من استفزازات متكررة وخروقات متفرقة قامت بها الوحدات الكردية بهدف جر تركيا والجيش الوطني إلى نقض الهدنة بشكل علني. أجت تعليمات قيادة الجيش الوطني أن نحن في اتفاق مع الأخوة الأتراك في هدنة لأجل انسحاب ميليشيات الانفصالية حزب البيكيكي والبيدي والحزاب اللي معهم لبعد 32 كيلومتر من الشريط الحدودي لتأمين شريط الحدود بشكل كامل. وحاليا نحن ملتزمين بالهدنة، ولكن هن على طول في عندهم خرق للهدنة، يعني في عندهم عمليات قنص، في عمليات استفزاز. وزارة الدفاع التركية أعلنت خرق الهدنة من قبل المسلحين الأكراد أكثر من 22 مرة منذ الساعات الأولى لإعلان الهدنة، كان آخرها مقتل جندي تركي وجرح آخر نتيجة استهداف دوريتهم الاستطلاعية في ريف تل أبيض، ولم تجاب هذه الخروقات بأي رد عسكري بعد كرد عليها. من جانب آخر، تستمر التعزيزات العسكرية للجيش الوطني والجيش التركي إلى خطوط المواجهة مع الوحدات الكردية بالتزامن مع الاقتراب من ساعات انقضائها وسط حالة من الترقب تطغى على أطراف الصراع في المنطقة. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له نقلا عن وزير الدفاع مارك إسبر إن الهدنة التي سعت إليها واشنطن في شمال شرق سوريا صامدة، وأوضح أن الجنود الأمريكيين غير موجودين في مناطق المعارك أو مناطق وقف إطلاق النار. لم يحن الوقت بعد لإعادتهم إلى الوطن قريبا كما وعد ترامب وكرر. الجنود الأمريكيون باقون في المنطقة، يؤكد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي. ستغادر القوات الأمريكية شرق الفرات إذن، لكن نحو الجارة العراق، ربما لتنفيذ عملية مكافحة الإرهاب ضد تنظيم الدولة، يقول الوزير. إسبر من على متن طائرته العسكرية متحدثا للصحفيين المرافقين ودون تفاصيل، يؤكد أن 700 جندي أمريكي سينتقلون إلى العراق حسب خطة أمريكية أخبر بها المسؤولون العراقيون. تصريحات وزير الدفاع الأمريكي هي تحصيل حاصل أو بالأحرى تنفيذ فعلي لما جاء في بنود اتفاق الهدنة بين الأمريكيين والأتراك والتسليم بشرعية الدخول التركي للأراضي السورية وإبطال لكل اتفاقات الفصائل الكردية مع النظام في دمشق. وتزامنا مع تصريحات مارك إسبر، دعت أنقرة واشنطن إلى استخدام نفوذها لدى المسلحين الأكراد لضمان انسحابها المنظم من شمال شرق سوريا. خيوط العملية المتشابكة شرق الفرات تزيد من تعقيداتها المواقف المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريداته على تويتر، والتي أضحت أصدق إنباء من أي بلاغات رسمية للبيت الأبيض أو تصريحات للمسؤولين بإدارته. الآن من إسطنبول ينضم إلينا الدكتور برهان كوروغلو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بن خلدون في إسطنبول. دكتور برهان، مرحبا بك. الرئيس التركي كان قد أعلن عن هدنة وقف للقتال لمدة قصيرة، في قراءتك إلى أي مدى سيلتزم بوقف إطلاق النار ذاك، خصوصا وأنه الاتهامات المتكررة بخرق وقف إطلاق النار سمعناها كثيرا في وسائل الإعلام التركية من قبل الطرف الآخر. طبعا الطرف الآخر المقاتلون الأكراد أيضا يتهمون الجيش التركي بخرق الهدنة، إلى متى ستصمد هذه الهدنة؟ يعني خطوط الاتفاقية واضحة جدا، والاتفاقية تم بين تركيا والولايات المتحدة ليس بين تركيا والPKK، لذلك تركيا الآن تنتظر من الولايات المتحدة أن تفي بوعدها وأن يعني تساهم في نقل هؤلاء الإرهابيين من على حدود من المنطقة الآمنة. طبعا هناك خرق للمحاولات للاستنزاف، تركيا تحاول صابرا أمام هذه الأمور. طبعا أحيانا إذا صار هناك أي اعتداء طبعا تركيا تجيب على فقط منفردا على هذه النقطة التي قام منها الهجوم. حسب أنقرة هناك 22 خرق للهدنة ومقتل جندي تركي، ما الذي يستوجب هذا الرد التركي؟ لا طبعا تركيا إذا صار هناك أي خرق تركيا طبعا تضرب هذه
النقطة بالضبط فقط، وهي ليس بشكل كبير، بعض من خلال قناصة، من خلال بعض قنابل الهون. تركيا طبعا كذلك قتل جندي في هذا، طبعا هذا الأمر كان طبيعيا، هو هذه الخروقات كانت موجودة، لذلك تركيا قام بهذه العملية. أما بالنسبة للهدنة بشكل عام يعني بمشي جيد، و تركيا تنتظر انتهاء وقت المدة، إذا ما لم يتم، إذا صار هناك أي مماطلة جديدة من خلال بي واي دي، تركيا ستبدأ العملية بشكل أقوى مباشرة. هذا أعتقد رسالة واضحة وصل إلى الولايات المتحدة وإلى البي واي دي. طبعا أمريكا أردوغان سحبت كل قواتها. نعم، أردوغان بعد غد سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيناقشون طبعا مسألة المنطقة العازلة والآمنة. ما هي الصيغة في هذا الاتفاق، في هذا النقاش التي سترضي أردوغان؟ يعني أولا هناك اتفاقية مسبقة بين تركيا وروسيا على أن روسيا لن يعني ترد أو لن تكون هناك موقف سيء من روسيا في هذا الموضوع، ولكن طبعا من خلال هذه الاتفاقية الجديدة بين بي واي دي وبين النظام، الآن النظام دخل إلى كوباني عين العرب وإلى المنبج، تركيا ستبدأ تأسيس المنطقة الآمنة من منبج إلى حدود العراقية. ويعني طبعا بالنسبة لبعد يومين مثل ما قلتم سيكون هناك أعتقد كلام جديد بين ترامب، بين بوتين وأردوغان، ولكن اتفاقية سارية بين البلدين ومنطقة الآمنة ليس هناك أي معنى. طبعا أكيد روسيا سيطلب من تركيا أن يكون هناك مرحلة جديدة لنقل هذه المنطقة الآمنة إلى القوات السورية، ولكن هذا ليس وارد حاليا. تركيا فقط تريد أن يكون روسيا ضامنة لهذه المرحلة ولا تكون هناك أي اعتداء على هذه المنطقة الآمنة، لأنه طبعا يعني مباحثات السلام سيستمر بين النظام والأطراف السورية وكذلك الأطراف الدولية، ولكن خلال هذه الفترة إلى متى سيمد؟ سنة، سنتين، كل هذه طبعا هذه المنطقة الآمنة ستكون فاعلة وستكون هناك برنامج لإعادة بعض السوريين إلى هذه المناطق، وكذلك يكون هناك منطقة عازلة بين تركيا والإرهابيين PKK. شكرا جزيلا لك برهان كوروغلو، أستاذ العلاقة الدولية في جامعة ابن خلدون في إسطنبول. مغادرة القوات الأمريكية أكبر قواعدها في شمال سوريا أثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي. مها سترصد لنا أبرزها، لك مها مرة دم. نعم بدر، احتمى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإخلاء القوات الأمريكية أكبر قواعدها العسكرية بشمال سوريا في انسحاب هو الرابع من نوعه منذ إعلان الولايات المتحدة سحب جنودها من سوريا، وأثار قرار إعادة التموضع بتنسيق مع الحكومة العراقية غضبا على الجانبين الأمريكي والعراقي. نبدأ مع الصحفي ريتشارد إنجل الذي قال الرئيس ترامب يقول إنه هزم تنظيم داعش بشكل كامل، ولكن تخيلوا أن المهمة الجديدة للقوات الأمريكية في سوريا هي الذهاب إلى العراق. لماذا؟ لهزيمة داعش مرة أخرى. ربما يتوجب على شخص ما أن يقنع القائد الأعلى لقواتنا المسلحة بأن داعش لم يهزم بشكل كامل كما يزعم. وأضاف في تغريدة أخرى ترامب يقول دائما أنه سيسحب القوات الأمريكية من حروب لا تنتهي في الشرق الأوسط، لكن الآن أعلن وزير الدفاع أن القوات الأمريكية غادرت سوريا للذهاب إلى غرب العراق، وهي منطقة حرب كانت لسنوات أكثر خطورة من سوريا. تقول الصحفية هولي أوري في تغريدة كلنا نعلم أن ترامب كان يكذب حين قال إنه سيعيد جنودنا إلى الوطن، أليس كذلك؟ اليوم نحن ننقل الجنود من حيث كانوا يقاتلون مع حلفائنا الأكراد في شمال شرق سوريا إلى غرب العراق وفقا لمارك إسبر. ومن العراق يقول الصحفي حامد حديد نقل الأمريكان 1000 جندي مع تجهيزاتهم من سوريا إلى العراق، فهل استأذنوا رئيس الحكومة عادل؟ ويقول الأمريكان إن 1000 جندي سيساعدون في مكافحة داعش، ألم يقولوا أنهم قد قضوا عليهم تماما؟ وتساءل علي الفتلاوي أيضا
وقال أين الذين صدعوا رؤوسنا بالتغلغل الإيراني في العراق؟ لم نسمع منهم اليوم أي شجب أو استنكار لدخول القوات الأمريكية غرب العراق برفقة 2800 داعشي ما بين قيادي ومقاتل. لماذا أخرست أصواتكم يا من تدعون الحرص على العراق؟ وتقول أيضا مريم الكعبي: القوات الأمريكية تقوم بنقل السجناء الدواعش من سجن الحسكة في سوريا إلى العراق، لماذا؟ هل ضاقت بهم سوريا واتسعت لهم أرض العراق؟ ولماذا وافقت الحكومة العراقية ليقوموا بعد أيام بكسر السجن والهروب بعملية منظمة ويعودون لخلاياهم لممارسة أدوارهم القيادية بقتل العراقيين وتدمير العراق؟ هذه أبرز ردود الفعل. عودة إليك بدر. شكرا جزيلا. نتابع بعد الفاصل. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية مشددة. أهلا بكم من جديد، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. اللبنانيون ينزلون الشوارع لليوم الرابع على التوالي. الحريري يطرح ورقة اقتصادية. جعجع يدعوه لتشكيل حكومة جديدة. وأنباء عن اجتماع حكومة غدا لإقرار حزمة من الإصلاحات. وفي تطورات المشهد السورية، الوحدات الكردية تعلن الانسحاب من رأس العين. أنقرة تطلب من واشنطن الإيفاء بوعودها. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن الجنود المنسحبين من سوريا سينقلون إلى العراق. والآن إلى فقرتنا المغاربية مع رويدة. شكرا لك بدر. أهلا بكم. قررت حركة النهضة التونسية ترشيح شخصية من داخلها لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدة أن هذا الأمر غير قابل للتفاوض مع الأحزاب التي ستتشاور معها لتشكيل الحكومة. وقال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة إن المجلس كلف لجنة يترأسها رئيس الحركة راشد الغنوشي للتفاوض مع الأحزاب والنقابات لتكوين الحكومة، مشيرا إلى أن المشاورات ستشمل الرئيس الجديد قيس سعيد. صوب حركة النهضة تتجه الأنظار في تونس. الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية أمام امتحان تشكيل الحكومة. مجلس شورى النهضة أعلى سلطة في الحركة قرر بالأغلبية ترشيح شخصية من داخل الحركة لرئاسة الحكومة، لكنه لم يحسم في هوية الشخصية التي ستتقلد هذا المنصب، منصب لا يخضع للتفاوض. النهضة معناتها ستشكل هذه الحكومة برئاسة النهضة وبرئاسة شخصية من النهضة، وهذا أمر لا يخضع للتفاوض، فهذا حق النهضة في أن تقود الحكومة وأن تشكل الحكومة. وضعت حركة النهضة فيتو أمام حزب قلب تونس الذي يرأسه نبيل القروي المرشح الرئاسي السابق، والحزب الدستوري الحر سليل النظام المخلوح، وفيما عدا ذلك أيديها مفتوحة للجميع كما تقول. من تجربة التوافق إلى تجربة الشراكة تبحث النهضة عن شركاء للحكم على أساس برنامج واضح. حركة الشعب واحدة من بين الأحزاب المعنية بالمفاوضات تلقت الرسالة بإيجابية، لكنها لم تحسم موقفها بعد. حركة الشعب يعني تعي مسؤوليتها الوطنية في هذه المرحلة. نريد أن نتفاعل إيجابيا، والمسألة أولا محمولة على الحزب الفائز أن يقدم مقترحاته. لغة التفاوض ستحدد ملامح الحكومة المقبلة. إذن تفاوض بلا آت ثلاثة، لا للمحاصصة الحزبية ولا للشروط المسبقة ولا للمحسوبين على المنظومة القديمة. حسمت النهضة قرارها رئيس حكومة من داخل الحركة، ليست مناورة سياسية تقول الحركة ولا مجال للتفاوض حول هذا الأمر، لكن ذلك قد يضعها أمام تحدي آخر في كيفية إقناع الأحزاب التي ستتشاور معها بذلك، مما يشي بمفاوضات عسيرة في الأيام المقبلة. بسم الدعاسي، العربي، تونس.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس مراد علالة الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بك أستاذ مراد. عندما تصر حركة النهضة على أن يكون رئيس الحكومة التونسية المقبلة من داخل الحركة، ألا تحكم بذلك على مشاورات تشكيل الحكومة بالفشل المسبق؟ مساء الخير. بداية هو موقف طبيعي، يعني حزب انتصر في الانتخابات سيكلف مباشرة من رئيس الجمهورية المنتخب بتشكيل الحكومة وفق الدستور. لكن دعني أقول أن هناك عنصرين على الأقل. هناك العنصر الأول الذي يتعلق بالإعلان النهائي عن النتائج. الآن يعلم الجميع أن النتائج التشريعية لم تصدر إلى حد الآن بشكل نهائي. ثانيا، هناك خطاب منتظر سيكون هاما للغاية لرئيس الجمهورية يوم تنصيبه ويوم أدائه القسم يوم 23 أكتوبر الجاري. وبالتالي فإن ما تقوم به حركة النهضة الآن ومجمل الأحساب المعنية بتشكيل الحكومة أعتقد أنه فيه كثير من المناورة وكثير من الحنكة السياسية. أيضا النهضة تدربت وتعلمت. اليوم موقف الأحزاب حتى الآن واضح، هناك أحزاب ترفض المشاورات من أساسها وأحزاب أخرى تقبل بالمشاورات بشروط معينة، ولا أحد يقبل بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة من النهضة التي فازت حتى بأغلبية ضئيلة جدا وهي تحتاج لهذه الأحزاب لتشكيل الحكومة. لماذا لا تكون هذه الحركة براغماتية أكثر وتقبل ربما بسقف أقل من حقوقها الدستورية كما تقول لتشكيل هذه الحكومة؟ الوقت لا يزال مناسبا لاتخاذ هذه الخطوة. ربما لا ننسى أيضا أن الأحزاب التي ستحكم مع النهضة تحتفظ بذكرى سيئة عن الأحزاب التي اشتركت مع حركة النهضة في الحكم ومرت بصعوبات. تتذكروا جيدا ما حل بحزب المؤتمر، بحزب التكتل، بنداء تونس، بتحية تونس. فهناك حسابات داخلية. وأيضا ما قالته النهضة اليوم في مجلس الشورى وما قالته حركة الشعب في اجتماعها وأيضا حتى التيار الديمقراطي هي رسائل أعتقد أنها للداخل الحزبي أكثر منها للأطراف الأخرى. هناك خطاب طمأنة لقواعد حركة النهضة. نعلم جيدا أن هناك نوعا من القلق، يعني حتى مداخلات أعضاء الشورى، يعني مداخلة في زيتون كانت ربما في مخالفة نوعا ما لمخرجات مجلس الشورى. يعني هو خطاب للداخل لطمأنة جمهور النهضة أنها منتصرة وأنها تدير اللعبة وأنها معنية بتشكيل الحكومة وبتلبية انتظارات وتطلعات ناخبها. وهذا مشروع بطبيعة الحال في عالم السياسة وبطبيعة سنتابع الحال الحوار الأخرى. سنتابع حوارنا أستاذ مراد علالة، ولكن سنذهب إلى تقرير بسيط. إذن تسعى حركة النهضة التي حصلت على 52 مقعدا في البرلمان تسعى لتسمية أحد أعضائها ليكون رئيسا للحكومة المقبلة، ومن ثم التفاوض مع الأحزاب والحركات السياسية الأخرى التي حصلت على باقي المقاعد في البرلمان. نستعرض الآن الأحزاب الموجودة في البرلمان التونسي وموقفها من الدخول في تحالف مع حركة النهضة. نبدأ بحزب تونس وهو ممثل ب 38 مقعدا وهو يرفض تشكيل ائتلاف حكومي مع حركة النهضة. حزب التيار الديمقراطي له 22 مقعدا وسيشارك في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة ولكن بشروط. ائتلاف الكرامة يأتي في المرتبة الرابعة ب 21 مقعدا يقبل بالدخول في مشاورات تشكيل الحكومة. الدستوري الحر ممثل ب 17 مقعدا ويرفض التشاور مع النهضة لتشكيل الحكومة. حركة الشعب تمتلك 17 مقعدا وترفض التشاور من أجل تشكيل الحكومة من أجل تشكيل حكومة تترأسها النهضة. أما حركة تحيا تونس فلها 14 مقعدا وترفض إجراء مشاورة مع النهضة لتشكيل الحكومة. أستاذ مراد، سؤالنا الأخير لك، في حال فشلت النهضة في مشاورات تشكيل حكومة تونسية جديدة، ما البديل؟ يعني البديل سيكون مكلفا لتونس. يعني بطبيعة الحال الدستور يقضي بأن تمهل حركة النهضة أو المكلف من قبل حركة النهضة بتشكيل الحكومة يعني بناء على تكليف من رئيس الجمهورية له شهر قابل للتجديد مرة واحدة. إذا لم ينجح في ذلك بطبيعة الحال سنلجأ إلى الخيار الثاني وهو مرشح تكون شخصية وطنية قادرة كفء وفق مفردات الدستور، لها أيضا نفس الفترة تقريبا شهرين. إذا لم ننجح في
تشكيل حكومة سنذهب إلى انتخابات مبكرة. هو كما يقال أبغض الحلال، لكنه يبقى واردا ويبقى أيضا تمرينا دستوريا وديمقراطيا، وأعتقد أنه الوقت لا يزال مبكرا على للحديث عن الانتخابات المبكرة. يعني في السياسة كل شيء وارد، نتذكر جيدا في 2014 الحديث عن الخطوط المتوازية التي لا تلتقي والتقت في نهاية المطاف. مراد علالة الكاتب الصحفي التونسي، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا عودة إلى بقية الأخبار مع زميلنا بدر. رويدة شكرا جزيلا لك. اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي وبمشاركة رئيس جهاز الشباك السابق أفي دختر. وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها نشطاء فلسطينيون ومواقع محلية اعتداء جنود الاحتلال على المقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى واستعمال القوة من أجل إخراجهم. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا رسميا من وزارة الخارجية وصل للعاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في مؤتمر حول الملاحة، وسيبحث المؤتمر في شؤون التحالف الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في يوليو الماضي لحماية الملاحة في منطقة الخليج. وسيحضر المؤتمر 60 دولة من بينها السعودية والإمارات. وإلى مصر، حيث تحتفي البلاد بمرور 50 عاما على تأسيس المحكمة الدستورية العليا المكلفة بمراقبة دستورية لكل القوانين. جدل كبير يثار حول استقلالية القضاء في البلاد، خاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي منحت الرئيس سلطات واسعة داخل المحكمة الدستورية نفسها. مضى 50 عاما منذ أقيم صرح هذه المحكمة الرقيبة على دستور مصر، وهي تحتفي بنصف قرن على تأسيسها. لم يطأها رئيس البلاد، بل أتى إليه في قصر الاتحادية قضاتها والمحتفلون، في مشهد يقول مصريون إنه يحدث عن حال البلاد وعن القابض على أمرها وعن حال القضاء وقد استضعف. يرى هؤلاء أن المحكمة الدستورية حتى في عهد نظام مبارك حين استشرس ظلت رغم كل انتقاد تتجرأ ولو في بعض الأحيان وتصدر أحكاما تدافع عن الحريات رغم كل التضييق والخناق، وعن محاولات قضاتها حفظ استقلاليتهم تحكى أيضا شواهد كثيرة في التاريخ القريب. وحين صنع المصريون ثورتهم وبدا لبعض من القضاة أن حكم الرئيس الراحل مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا مكملا استقوى على القضاء، احتدم جدل لم يهدأ إلا بقرار المحكمة الدستورية نفسها إلغاء ذلك الإعلان. أقسم بالله العظيم، لكن بعد أن ارتدت على مصر ثورتها وكيدت لها الخديعة حوصرت المحكمة ومعها كل القضاء. قيل إنها استعملت حبل نجاة حين وهب الرئيس أراضي مصرية لغير أهلها، وأصدر قضاتها قرارا بوقف حكم قضائي يقضي ببطلان الاتفاقية التي فرضت في جزيرتي تيران وصنافير. بدت مواقفها ملتبسة وهي تلحق بما خرج مئات المصريين يرونه تفريطا في السيادة، تلحق به وصف القرار السيادي الذي لا يملك القضاء طرف النظر فيها. صمتت المحكمة عن الكثير، وانزوى كثير من قضاتها لا يجادلون أيضا، حتى والسلطة ترمي إفقار جيوبهم لتبلغ بها الحدود الدنيا. ثم قرر الرئيس المصر أن الشعب من يطلب بقاءه في السلطة وإن زهد، قرر أن يمد في حكمها، فاقتص دون مواربة من اختصاصاتها، وأحالها هيئة الرئيس الوصي عليها، صاحب الفصل في قراراتها، ومالك سلطة تعيين رئيسها. لكن كثيرا من القضاة بدوا مهادنين مذعنين، فرضت التعديلات ومررت، وخسر القضاء بعضا من هيبته أو ربما الكثير. وكالعادة ننهي بالكاريكاتير، شكرا لكم والسلام عليكم.